طريقة لغسل الكلى والتخلص من السموم والأملاح والعوالق المتواجدة بداخلنا بسهولة. من منا لا يرغب في السلامة من أمراض الكلى كالضعف الكلوي وحصوة الكلى والفشل الكلوي؟ في هذا الفيديو نستعرض وصفة سهلة للتخلص من العوالق والأملاح والسموم التي تعلق وتظل في الكلية حتى تمر السنين تلو السنين، وكليتنا تقوم بعملية الفلترة وتنقية الدم وإزالة الأملاح والسموم وكافة الشوائب التي تدخل إلى أجسامنا، ومع مرور الزمن تتجمع فيها الأملاح والرواسب الضارة، فهي محتاجة لعملية تنظيف مستمرة. ولكن كيف لنا أن نقوم بهذا؟ نقدم لكم في هذا الفيديو طريقة رائعة لتنظيف الكلى. الكلية هي عضو هام من أعضاء جسم الإنسان، شبيه من حيث الشكل ببذرة الفاصوليا، لونه بني مائل للحمرة، ولكن حجمها أكبر من بذرة الفاصوليا، حيث يبلغ طولها حوالي 12 سنتيمترا. وتعتبر الكلية العضو المسؤول عن تنقية وتصفية الدم من السموم والعوادم الناتجة عن عملية الأيض، وهي عملية تكون في داخل الخلية الحية، وفيها يتم هدم المواد الممتصة من الطعام مثل البروتينات والدهون وتحويلها إلى طاقة يستفيد منها جسم الكائن الحي، وكذلك مسؤولة عن التحكم في حجم السوائل في الجسم وعن ترتيب كمية العناصر الكهربية مثل الأيونات والأملاح. وتتمثل وظيفة الكلى في إخراج نفايات الجسم الذائبة في الماء الناتجة من عملية الهضم، فهي تضبط وتنظم محتويات الدم وتنظم كمية الماء والأملاح في الجسم، وفي تنظيم نسبة الأحماض إلى القواعد الكيميائية في الجسم. كذلك تشارك الكلى في تنظيم ضغط الدم، وبالتالي لا يمكن بحال من الأحوال التخلي عن وظيفتها أو العيش بوجود أي قصور في هذه الوظيفة، فهذا الأمر يهدد حياتك. الوصفة التي سنقدمها اليوم تعتمد بشكل أساسي على البقدونس، وقد ذكرنا فيما سبق العديد من فوائده. وقبل أن نشرع في تقديم الوصفة، فإنه وجب علينا أن ننوه إلى أن الحل الأمثل للتخلص من حصوات الكلى والوقاية منها هي الإكثار من شرب السوائل وبالأخص الماء، وكذلك عدم ترك تناول الخضروات والألياف، لأن إهمال هذين الأمرين هما السبب الرئيسي في تكون حصوات الكلى، وباستطاعتك تفادي هذين الأمرين والوقاية من حصوات الكلى. نقدم لكم الوصفة الآن. احضر حزمة البقدونس واغسلها جيدا، ثم قطعها وضعها في قدر. قم بصب ماء شرب نظيف في القدر، اغلي القدر لمدة 10 دقائق وترك القدر حتى يبرد، ثم قم بتصفية القدر. وضع النتيجة في إناء نظيف واتركه في الثلاجة. اشرب كل يوم كوبا على الريق، سيخرج من كليتك الكثير من السموم والأملاح والرواسب الضارة. متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.